هو اخو جيسي نفس الخلقه. السكلب ابن الحبيب قلبك انت استنى يا ماشي يلا. هو مش متخذني كعدو يعني. امسكوا كويس عمر عشان الكلاب دي عدتها وحش. كلب تعليبه حلو قوي، وشه جميل خلي بالك ما شاء الله عليه، حجمه حلو، عنده 12 شهر. 12 شهر لسه شاب. دكتوره بروفيشيتو باشا. انت بتحب تمسك كلاب حلوة اهو ما شاء الله. كلب اللي كويس يعني عشان الناس اللي اتصل بيه. بكام دوج؟ وكمان اسمه حلو. ماشي يا عم. بكام دوج؟ عربيات يا احمد يا حاج. هو شايف ان في قلق الكلب. بص اول مره ينزل شهور قاعد في بيت ما شاء الله. كلب اول مره ينزل شهور. دخلش حد غريب ده. طيب عايز فيه كام يا عمر؟ مطلوب في 3.5. 3.5. هات رقم فيها كلام. 012 012 81 81 52 52 03 03 43 43 كلب حجمه حلو، تقلبه كويس، من الكلاب اللي هي ايه تقلبها قديم فيها حجم كويس، عنده 12 شهر برضه. روح بص عليه على الطبيعة شغاله كده، هو بيستنى الأمر. ربنا يسامحك. شايف نتات ياما هو. كلب حلو اول مره ينزل السوق يا احمد. وربنا يا عم الكلب باين عليه، هو شايف كلاب ياما وناس كتير متوفر. طيب من الروايح اللي في الشارع. هو ده دوج. ماسكه كامل، نجمه في صدره، كل مواصفات الجيرمان فيه ما شاء الله عليه. ورك لاين كما يجب ان يكون. مربوطه السعادة أكيد عينيها على صاحبها يعني. بص هي بتشاور. بص تلاقيه في الجنب ده بس أنا مش شايفه، بس هي حاسة. شغلها كده. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك يا بنت. عيب عيب عيب. ده انت عامل قدام طيب. ما تلميش ها؟ خلي بالك انسى ما بتتلمس. المتناسقة. اهو عشان بقالي ياما بقول لك ربنا يسامحك وانت قلبت الغلط. شعرها واقع بس. ألف. جيسي كله عارفها. جيسي انا انا عمر. لما سلمنا خلي بالك بلاش. انا بعيد خلي بالك عشان هي ما بتهزرش. انا مفتح يعني هي مش هتعد عده خفيفه، هي هتعد انت الجاكيت تقطعه عادي. عندي منه يا ابني يا بنت. ايه 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 خليكي محترمه، خليكي محترمه. متاجر بكام يا محمد؟ واحد ونص. صور الراجل ده بس. واحد ونص. عندها قد ايه؟ سنة ونص. سنة ونص؟ هات رقم اكتر. 012 012 7 4 7 4 8 2 1 6 6 6 5 5
هي دوبك حاجة دوبك متجوزة متجوزة خلاص. متجوزة؟ ماشي. على السونار كله. نفسها اشتم يلا. ده رعد وده فرعون ملكوت جيرو ايه ده يا جماعه بس ده جارو ده رعد فرعون جارو لسه بكام فرعون مش للبيع والله ولد مسك صور بتسلمه عيونه عسليه ربع عين هنا ازرق اه عين وعين في جينات اه العين وعين عايز فيك ايه؟ الاخر ولا؟ الاخر خالص اصلا يعني المفروض عندي في البيت عايز يعني ايه ما بيحبوش الكلاب ف ما بيحبوش الهاسكي ما بيحبوش ده ملوش ريحة اه جميل قوي الخط الخوذة بتاعتي اصلا بيخافوا منه ده ملوش ريحه اصلا بالذات ليه؟ عايز اطلعه باي حاجه بجد فانا ب 2000 ونص ب 2000 طب هات رقم بس قول رقمك كده ماشي قول 012 012 030 030 27 310 عمره قد ايه؟ سنة وثلاث شهور مش كبير سنة وثلاث شهور؟ مديله تطعيمات ايه؟ كل التطعيمات كامل؟ اه كامل التطعيمات دول جراوي دول صح؟ جراوي عندهم قد ايه؟ سبع شهور دي بنوتة ولا ولد؟ بنوتين بنوتين حلوة دي غامقة دي جميلة غامقة دي شغل لا دي برضه هم اخوات؟ الاتنين اخوات اه يعني دي برضه فيها الجينات الجينات دي نفس الجينات بس دي سبحان الله جت فتحة بيضة كده مش عارف بس لا فيها شعرها حلوة برضه دي جت بعد الولدة بيومين لا والله مستخبية والله برضه خدت الدكتور ليه؟ مش عيب كده؟ لا عيب اه جاي بكرة ولا لا؟ انا بقالي ساعه قاعد الف في السوق عشان الخلق رايح ولا لا عشان اعرف اخد خلاص استنى طب اشوف ال ماشي يا عم بكام الواحده؟ ب 1000 جنيه ب 1000 جنيه ماشي 1000 جنيه بسرعه هي تبيع ماشي طب هات رقمك رقمك كام؟ 012 012 07 07 18 18 67 22 67 22 جوليا لا متعكرين من نزلة السوق هم خايفين لسه صغيرين خايفين متطعمين حاجة ولا لسه؟ اه متطعمين واخدين فلاسي واخدين حشرات ولد هو صح؟ ما هو ده فيديو على فيديو ولد هو صح؟ وريني ديلك ولد هوسي بكام؟ بكام؟ 2000 قابل للتفاوض يعني الطعام عندك دي؟ 9 شهور هو لغاية في 10 شهور يعتبر هو شاف الدفتر ماله تحول عليا ليه؟
عارف اللي هو بتاعه هتطلع قدام سنة كده بعيد. لا لا يا جلال في ايه طيب كده عايز اقلك كده اجلك شمال سنة كده حلو اجلك شمال سنة كده حلو عامل يا مورو لو دور حرر لي كده مورو ايه برده صار فيديو اه هات رقمك صح كتبه ده قوله 0-12-70 50 51 6-9